أهلا بكم إلى أهم أخبار تونس، وهذه عناوينها: رجل يقتل ابنته الرضيعة ويجبر زوجته على دفنها في منوبة، توفير 10,000 موعد شهريا للحصول على التأشيرة الفرنسية، ومصرع امرأة أضرم زوجها النار في جسدها بالقيروان. لقيت امرأة مصرعها بعد أن أضرم فيها زوجها النار متأثرة بحروقها الخطيرة في وحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، في حين تم نقل ابنتها المصابة إلى مركز الحروق البليغة ببن عروس نظراً لخطورة إصابتها. أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في قضية القتل العمد بعد تلقيها معلومات من قبل الحرس الوطني تفيد بقدوم امرأة أكدت أن زوجها قتل ابنته الرضيعة بعد الاعتداء عليها، ثم حاول إرغامها على الذهاب لولاية القصرين لدفنها للجثة، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة. تعتزم سفارة فرنسا بتونس بداية من الصيف القادم توفير حوالي 10,000 موعد شهرياً للحصول على التأشيرة، إضافة إلى فتح 1,050 موعداً إضافياً خلال الشهر الجاري، وفق ما أكده القنصل العام الفرنسي في تونس. تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانا بالاشتراك مع مصالح الحرس الوطني من مداهمة مخزن عشوائي معد لتخزين الخضار، حيث تم حجز أكثر من 6 أطنان من هذه المواد وتحرير محضر بحث ضد المخالف بسبب إخفاء مخزونات بغرض بيعها أو المضاربة فيها. كشفت دراسة ميدانية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وسياسات تأييد الهشاشة أن 92% من العاملات في القطاع الفلاحي التي وقع استجوابهن يؤكدن أنهن لا يتمتعن بالتغطية الاجتماعية. وقعت رئيسة الجامعة التونسية للنزل اتفاقية تعاون وشراكة مع رئيس الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة الجزائرية، وذلك على هامش انعقاد المعرض الدولي للسياحة والأسفار الذي تحتضنه مدينة قسنطينة الجزائرية. نهاية النشرة وإلى اللقاء.